نحن في فتنة عم تنشغل، في فتنة عم تنشغل. هذا الأمر لازم نحن نرضى ونسلم لقضاء الله تعالى وقدر. هالشيء مر علينا بلطف هذا فضل الباري تعالى. نتمنى من الجميع التهدئة، ضبط النفوس، وبيتنا معود على المحن، معود على المصائب، معود على الحمل، ولكن ما بيقدر يشيل الحمل لحاله، بيشيل بتبع يدخل وبيشيل في الإضافة إلكم. نحن اليوم، نحن اليوم إذا كان هالأمر جرى، إن الله راد منسلم أمرنا للباري تعالى، نرضى بحكمه فينا، منسامح قدر الإمكان الفاعل بما فعل. ابننا منصبر عليه، حقنا منصبر فيه على ابننا لأنه رجل، أما حق الحرمي حق ما مش مسامحي فيه. بس نتمنى من الجميع لا يظهر الخصم أو يظهر الطرف الآخر، لكن الحادث حديث حسب العرف حسب العادات والتقاليد. الله تعالى يفشل تبع إخواننا ومشايخنا، تبعيتها الكبار، الله راد الكبير اللي بين إيديكم بتصير صغيرة وبتنحل. والحلول الحلول واضح، الحلول واضح. والتهدئة مطلوبة منا، بس تحصل فيها كرامتنا، تحصل فيها كرامتنا. مثل ما قلنا أما حق الحرمة نرجع نقول حق من مش مسامحين، وبيحصل الحق صبرنا واحتملنا، وبعض النصر نتحمل. أبشر. أما كل شيء له حد. أبشر. أما اليوم اليوم الظروف عم نعيش فيها صعبة، نتمنى من الجميع فهم الأمور، تنفهم الأمور وتوضح وتنحط نقاط الحروف، لكن هذا حديث. طيب أبشر الله. بس الحمد لله على سلامتكم، الحمد لله على سلامتكم، فضلتوا علينا، فضلكم علينا، فضلكم علينا، إخواننا الجميع. بتمنى منكم خلينا نلتزم مع بعضنا، نحترم آراء بعضنا، لنقدر نتعدى هالمرحلة بسهولة. الله يجعل عنا كل خير، وما قصرتوا، بارك الله فيكم.